Croatia. Государственный гимн Нигерии. في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس بطولة كأس العالم المقامة هنا في روسيا. اللقاء دنمارك وبيرو، ولكن العوض كل العوض في لقاء كرواتيا مثيرة، ونمني النفس أن تكون هذه المباراة تتواجه لدينا كرواتيا وتتواجه نيجيريا قوي لا يستهان به. نعم بعض الأسماء مغمورة غير معتي، لم يسجل ركلة الجزاء وأضاعها وتألم جرافي باتيكا هنا أمام 35,000 متفرج. كرانتي الملعب ولدينا المقدمة المحاولة لكرواتيا البداية الانطلاقة، لكنها بعد برشلونة في لوكا وفي إيفان. لدينا كرة 98، الكل الأسماء كانت لدينا كرة تلعب، بعد ذلك وصلت إلى لوكا، لوكا عرضية، كانت البداية الجميلة لنيجيريا. بيرت الكرة العرضية وصلت إلى سوبازيتش حارس المرمى لجنوبي ميكيل، والكرة عالية. أولر الكرة الآن الثابتة تلعب رأسية تبعد وصلت، بعد ذلك يوبي يسدد طاعنة. الآن دور النزول ثالث الفرق. نعم ماريو تسديد، الله على كرة ماضية، هذا كان هو في الأخيرة من سددها بيريزيتش، والتدخل في المباراة راكي ملعوبة تسديد من مسافة بعيدة في خلف يكون خلف مازوكيتش على مستوى المقدمة، لاعب ممتاز موسم. لدينا كرة أمامية تبعد وصلت إلى إيغولو، لكن خلونا في المباراة. لدينا ركلة زاوية على القائم الأول، وبعد من سيصور البرشلوني إيش، لأن مانزوكيتش موجود، لوفرين موجود، كرة تلعب على القائم الثاني عالية مرمى نيجيريا. أوزوهو لمصلحة نيجيريا، وغولو يسدد في لوفرين، بعد ذلك هدفه. من المشكلة الكرة تلعب عالية رأسية أبعدت من فرسي، كرة عالية رأسية خطيرة نيجيريا، جون أوبي ميكيل، لازالت الخطورة موجودة لدى الفريق النيجيري، بعد ذلك تسديدة لماذا بالكعب من ماريو، لازالت الكرة عرضية خطيرة لكنها أبعدت من يلعب ظهير في بوردو، وهنا الكرة، لكن قبل ذلك كان 20 سنة. كنا خطأ كراماريتش، يلعب الكرة العرضية تتهيأ تسديدة، الله على الكرة. أنتيري بيتش الذي يعني نقل نفسه مع بيريزيتش. لدينا لوكا مودريتش على القائم الأول رأسية، الله هلت الأهداف، بدت الأهداف. لوكا مودريتش أسيس يا أخي أسيس، هنا محاولة الركنية تتحول في مرمى نيجيريا، أول أهداف كرواتيا في المونديالية، لأن سجل في البرازيل هم وعاد ثلاثة. إذن نقطة رونالدو نقطة، وهنا لدينا رأسية من نسور الخضار من الناريون تتهيأ ماريو، تتحول في الجهة اليمنى فاتسليوفو، الكرة الآن تأتي والمحاولة تأتي والكرة العالية خطيرة. بالوغون الكرام إلى أحداث شوط اللقاء الثاني ما بين شكله هو الوحيد اللي عنده عقد ربما ثاني. يا ترى البدايات تأتي، وهنا لدينا محاولة. المباراة الأولى تتعادل مع ليش، خاصة أن شعار نيجيريا في الشوط الثاني رأسي الثالث الكرة تلعب، لكن أيضا بيريزيتش المتقلة على البطاقات الحمراء. كرة في الجهة اليمنى فيكتور موسيس، هنا المحاولة مرمى خطيرين. الآن مرت والخير قادم، رب على قوس 18 وجدت فيكتور، هنا راكيتيتش يسدد لكنها وين مور، يا ما علق حراس في الدوري الأسماء. ينفذ الكرة العالية تتخلص
تصل أيوبي في غير 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 تسديدة خطيرة لا زالت موجودة الخطورة. إيغولو أو إيغالو عفوا إيغال حل في الجهة اليمنى عرضية تصطد وبعد ذلك تتحول إلى خارج التماس داخل منطقة الجزاء لديه قوة في ذلك تتحول إلى ركنية ليل في الملعب هنا لدينا الكرة تمر من منطقة الجزاء خطيرة نيجيري راكيتيتش الله 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 لعب في 98 أساسي في كل ربما أندريه ممكن هذا اللي يطلع او انتيريفيتش لدينا راسيه لكنها وصلت الى كلهم بروزل يعني عيال تعالى لدينا خطا نابع مودريتش يلعب مودريتش الكره العاليه راس ركله زاويه الكره التي تلعب عاليه راسيه ماريو الى خارج ارضيه يعني كيف بيريزيتش في الجهه اليسرى الى خارج ارضيه الملعب ركله جزاء هذا امل اللي اراها اقرب للكل هنا لدينا اوه لوكا مودريتش جميل 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 جدا لوكا مودريتش اول واتر الصداره مودريتش هدف يسجل هدف كرواتي الثاني وضعها في الزاوية اليمنى سقط أوزو هو في أرض الملعب هذا أسيست للشباك